الحمد لله رب العالمين. يسأل الكثير عن مسألة إخراج زكاة الفطر في هذه الأيام. اليوم نحن 15 رمضان، الليلة ليلة 16 من رمضان. صدرت فتاوى وأقوال لبعض المشايخ والدعاة عن جواز إخراج زكاة الفطر في هذه الأيام. أحبابي الكرام، المسألة خلافية عند أهل العلم، مسألة تقديم زكاة الفطر أو تأخيرها إلى ليلة العيد. الشافعية، مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب محترم له مكانته وهو إمام من أئمة أهل السنة، يجيز إخراج زكاة الفطر من أول أيام رمضان إلى ليلة العيد. اليوم نحن نعيش كارثة، نعيش ابتلاء عظيم أصاب العالم كله، مرض كورونا، ونزل حظر كلي هذا اليوم، يعني معناته ما تستطيع أنك تخرج وتؤديها بأريحية. القاعدة عندنا، الأمر إذا ضاق اتسع، يعني إذا جاء نازلة جاءت الشريعة توسع على المسلم. فنصيحتي لك أنك من غدا إذا تعرف فقراء اخرج زكاتك، زكاة الفطر، وأوصلها إليهم، ولا شيء عليك. المسألة مسألة ضيق على الناس، فلا تضيق على نفسك، الأمر واسع جدا. اخرج زكاتك غدا طعام وأوصلها إلى الفقراء، أو تعطي أحد دينار قيمة الشخص الواحد هو يوصلها لك إلى الناس بطعام رز. جزاكم الله خير.